بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا اليوم حول باب آخر من أبواب أصول الكافي وهذا الباب يتعلق بشرح وتفسير معنى إرادة الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى مريد ولا إشكال في ذلك. ولكن هذه الإرادة بأي معنى؟ وهل هي من صفات الذات أم هي من صفات الفعل؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن صفات الله سبحانه وتعالى قد تكون صفات الذات، بمعنى أن تلك الصفات هي عين ذاته وليست زائدة على الذات. لا فرق بينه وبين تلك الصفات؛ كالعلم، والقدرة، والحياة، والاختيار. فليس الله شيء. وعلمه شيء اخر، وانما علم الله هو عين الله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر صفات الذات. ومن صفات الله سبحانه وتعالى صفات الفعل. صفات الفعل يعني ان الله سبحانه وتعالى يخلق فتنتزع تلك الصفات من فعله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة صفات الفعل هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. الله سبحانه وتعالى خالق، والخلق صفة فعله، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء بعد أن لم تكن، وهذا الفعل ينتزع منه الخلق. فيقال انه سبحانه وتعالى خالق، وكذلك الرزق والاحياء والاماته وما نحو ذلك من الصفات، وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات لا يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى مطلقا، فهو من الازل عالم وبكل الاشياء. لا يصح ان نقول ان الله لم يكن عالما بزيد ثم علم به ولكن صفات الفعل يصح سلبها عنه تعالى في الجمله نقول ان الله لم يكن قد خلق زيدا ثم خلقه ان الله سبحانه وتعالى احيا زيدا ولم يمته ثم اماته ولم يحيه فنسلب هذه الصفه في بعض الاحيان دون بعض فهذه صفات الفعل، أما صفات الذات لا يصح أن نقول إن الله لم يكن يعلم بزيد ثم علم، إن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادراً على شيء ثم قدر، هذا لا يجوز وغير صحيح. وقد ذكرنا فروق أخرى بين صفات الذات وصفات الفعل. وأما الكلام حول الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى هل هي من صفات الذات او من صفات الفعل مجموعه من الفلاسفه اعتقدوا بان الاراده من صفات الذات فهي عين ذاته ولكن هنا يقعون في مطب وفي مشكله وذلك المطب والمشكله اذا كانت الاراده عين ذاته سبحانه وتعالى فمعنى ذلك ان الاراده قديمه لان الله هو قديم هو الاول لا اول قبله الله من الازل موجود ولا بدايه له فاذا كانت الاراده من صفات الذات معنى ذلك ان الاراده ايضا ازليه زين لا يجوز ولا يصح ولا يعقل انفكاك الاراده عن المراد إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون إذا كانت الإرادة من صفات الذات معنى ذلك أن المراد أيضا متحقق بتلك الإرادة لعدم معقولية انفكاك الإرادة عن المراد لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا ثم لا يتحقق ذلك الشيء فإذا اذا كانت الاراده من صفات الذات فهي قديمه والاراده لا تنفك عن المراد معنى ذلك ان الاشياء تكون قديمه يعني هذا العالم يكون قديم وجميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى تكون قديمه وهذا قدم الاشياء والمخلوقات باطل بضروره العقل والشرع كان الله ولم يكن معه شيء ثم اوجد الاشياء هؤلاء لأجل حل هذه المشكلة ابتدعوا اصطلاحا سموه بالقديم الزماني، يعتقدون أن الأشياء قديمة زمانا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو العلة، فهو القديم ذاتا، ولكن العلة لا تنفك عن المعلول، فالمخلوقات مخلوقات لله، لكنها قديمة لا بالذات وإنما بإيجاد الله سبحانه وتعالى لها فعبروا عنه بالقديم الزماني، وهذا الكلام أيضا باطل بضرورة العقل والشرع، فالاشياء لم تكن موجودة ثم كانت. وأيضا نحن بالوجدان نشاهد تغير الاشياء. بالوجدان نشاهد أن أشياء ليست موجودة ثم توجد، صور لم تكن موجودة ثم وجدت. فإذا كانت قديمه معنى ذلك أن جميع الأشياء في عرض واحد يجب أن تكون منذ الأزل، لا أن يكون بينها تقدم وتأخر. فعلى كل حال فهذا البرهان يكشف عن بطلان كون الإرادة من صفات الذات، مضافًا إلى أنه نحن بالوجدان نشاهد أن الله سبحانه وتعالى لم يرد شيئًا ثم أراده. وإذا كانت الإرادة من صفات الذات لم يرد شيئا ثم أراده هذا لا يكون معقولا لما ذكرناه في أول الكلام بأن صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية قديمة لا يصح عليها أن نقول لم تكن موجودة ثم كانت. فإذا هذا يدل على أن الإرادة ليست من صفات الذات وإنما هي من صفات الفعل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء إيجاده للأشياء هو إرادته التكوينية ولتوضيح ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم وقادر ومختار هذه صفات ذاتية اختيار الله سبحانه وتعالى من صفات الذات علمه من صفات الذات قدرته من صفات الذات. الله سبحانه وتعالى ايضا حكيم، وحكمته ترجع الى علمه، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في موضعها. فالله سبحانه وتعالى يعلم بوضع الأشياء في مواضعها، فهو حكيم سبحانه وتعالى. لم يكن من المصلحة أن يخلق الأشياء، فلم يخلقها. لا عجزا، وإنما حكمة. ثم كانت المصلحه في ايجاد الاشياء في اوقاتها بان يخلق الله سبحانه وتعالى الاشياء ويخلق الزمان ثم يوجد سائر الاشياء في اوقاتها المعينه حينما يوجدها هذا الايجاد هو الاراده وهذا ما يدل عليه العقل ويدل عليه الشرع ونحن في روايات هذا الباب باب الاراده انها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل في هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع الاحاديث المرويه عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في هذا الامر. فاذا اراده الله هو ايجاده للشيء ثم كما هو معلوم الاراده قسمان اراده تكوينيه وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية هي بمعنى إيجاد الأشياء. الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء، هذه إرادته التكوينية. الإرادة التشريعية بمعنى صدور الحكم عن الله سبحانه وتعالى. يعني مرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد شيئا في هذا الكون. او ان يتصرف في هذا الكون فهذه ارادته التكوينيه مره يريد ان يكلف الانسان العاقل او يكلف الجن وهم ايضا من ذوي العقول او يكلف الملائكه وهم ايضا من ذوي العقول فيصدر امرا هذا الامر هو ارادته التشريعيه يعني الله سبحانه وتعالى اصدر امرا للملائكه، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم ارادته التشريعيه هو صدور هذا الحكم. او الله سبحانه وتعالى يريد تكليف الانس والجن، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يكلفهم بالعباده مثلا. هذا التكليف هو ارادته التشريعيه، ومن الواضح ان الاراده لا تنفك عن المراد في الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسواء في الاراده التكوينيه اذا الله اراد شيئا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض ولا يتمكن احد او شيء ان يقف حاجزا ومانعا عن تحقق اراده الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعجز اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى هذا في الاراده التكوينيه في الاراده التشريعيه البعض يتوهم انه بين الاراده التشريعيه والمراد يكون هناك انفكاك يعني الله سبحانه وتعالى اراد من الناس الصلاه كثير من الناس لا يصلون الله سبحانه وتعالى اراد من الناس عدم شرب الخمر كثير من الناس يخالفون ويشربون الخمر، فتصوروا ان هناك انفكاك بين الاراده التشريعيه والمراد، وهذا كلام غير صحيح، لماذا؟ لان الاراده التشريعيه ليست صدور الفعل عن العبد، لانه لو كان الله سبحانه وتعالى يريد صدور الفعل عن العبد لصدر هذا الفعل عن العبد مكرها او مختارا. لكن الاراده التشريعيه هي اراده اصدار الحكم، اراده تشريع الحكم، الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يشرع حكما لا يعجزه شيء فيشرع هذا الحكم، والانبياء يبلغون هذا الحكم للناس، فاراده الله سبحانه وتعالى التشريعيه ليست صدور الفعل من العبد، حتى واحد يجي يتوهم انفكاك الاراده عن المراد. وإنما إرادته التشريعية صدور الحكم وقد صدر الحكم، يعني الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، شاء الناس أم أبوا، الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، شاء الناس أم أبوا، الله سبحانه وتعالى أوجب الحجاب، شاء الناس أو أبوا. فإرادته التشريعية صدور الحكم. زين أن أنت المكلف، إرادة الله التكوينية أن تكون مختارًا. الله سبحانه وتعالى خلقك مختارا لم يكرهك فاذا صاير خلط في الارادتين التكوينيه او التشريعيه لدى البعض فلذلك هكذا توهموا ان في الاراده التكوينيه التش... الاراده لا تنفك عن المراد والاراده التشريعيه الاراده تنفك عن المراد وهذا كلام غير صحيح سواء في الاراده التكوينيه او في الاراده التشريعيه الاراده لا تنفك عن المراد ولكن ما هو المراد هنا الخرد صاير في الاراده التكوينيه المراد هو الايجاد او الوجود الخارجي فلذلك اذا الله سبحانه وتعالى اراد الوجود الخارجي لا يعجزه شيء في الاراده التشريعيه ليس المراد هو صدور الفعل من العبد في الاراده التشريعيه المراد هو صدور الحكم عن الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا يتحقق متى ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يصدر حكما يصدر ذلك الحكم اطاع الناس او لم يطيعوا، وارادته التكوينيه في اختيار الناس، فاذا الله يريد ان يصدر حكما فيصدر ذلك الحكم، والله سبحانه وتعالى يريد ان يكون العبد مختارا ان شئت عصيت وان شئت اطعت. هذه إرادة الله التكوينية الاختيار في العبد ولذلك تجد العبد قد يعصي وليس هذا خلافا لإرادة الله التكوينية أو التشريعية عصيان العبد بل إرادة الله التكوينية اختيار العبد وإراءته طريق النجاة وأيضا إراءته طريق السقوط والهوي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها يعني أراها الله سبحانه وتعالى طريق الهداية عن طريق الضلالة الله سبحانه وتعالى بفطرة كل إنسان جعل معرفة بعض وسائل الهداية وبعض وسائل الضلال ثم أكمل هذه الفطرة وكذلك العقل بأن بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وواتر بالأنبياء الأوصياء عليهم الصلاه والسلام ليبلغوا للناس تفاصيل الاحكام التي قد لا يدركوها او لا يتمكنون من الوصول اليها او هناك تغطيه على عقولهم وفطرتهم بسبب العادات السيئه او فعل الاباء والاجداد فالانبياء ثم الاوصياء ياتون ليزيلوا هذا ركام من على العقول ومن على الفطره وكما في قول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في نهج البلاغه ليثيروا لهم دفائن العقول العقول التي دفنت تحت ركام من العادات والتقاليد وفعل الاباء والاسلاف ليثيروا لهم يظهروا دفائن العقول فاذا إرادة الله لا تنفك عن المراد سواء في الإرادة التشريعية أو في الإرادة التكوينية وإرادته صفة فعله، يعني الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء هذا الإيجاد هو إرادته. يصدر الحكم هذا الإصدار هو إرادته سبحانه وتعالى ولعل الذين زعموا أن الإرادة من صفات الذات خلطوا بين الاراده وبين الاختيار الله سبحانه وتعالى مختار ومريد الاختيار من صفه الذات الله ليس مكرها على شيء ليس مضطرا لشيء مختار اختياره من صفات الذات لكن ارادته من صفات الفعل لعل البعض تصور ان الاراده هي الاختيار فخلط بين المعنيين وتصور ان الاختيار هي هو من صفه الذات فاذا الاراده التي هي الاختيار من صفه الذات مع ان الاراده ليست هي بمعنى الاختيار وبينهما فرق. اما الحديث الاول من هذا الباب الشريف باب الاراده انها من صفات الفعل عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال: قلتُ يعني الراوي الذي هو عاصم ابن حميد وهو من ثقات الاصحاب قلت لم يزل الله مريدا يعني هل الاراده ازليه؟ الامام ماذا اجاب؟ قال اذا كانت الاراده ازليه انفكاك الاراده عن المراد محال فاذا هذا يستلزم قدم جميع الاشياء قال ان المريد لا يكون الا لمراد معه. الاراده لا تنفك عن المراد فيستحيل ان تكون الاراده من الصفات الذاتيه. وانما منشا الاراده من صفات الذات، يعني الله سبحانه وتعالى عالم وحكيم، والحكمه ترجع الى العلم ايضا ومختار يعلم بانه المصلحه في خلق الاشياء في اوقاتها، فيخلق الاشياء في اوقاتها، يخلق يعني يريد حينما الله سبحانه وتعالى من الازل يكون عالما، من الازل يكون مختارا، لكن لا يوجد الاشياء لعدم الحكمه في ايجادها في الازل. ثم لما حانت اوقاتها وحان وقت المصلحه، الله سبحانه وتعالى يريد يعني يوجد الاشياء ان المريد لا يكون الا لمراد معه لم يزل الله عالما قادرا ثم اراد يعني الله في الازل لم يكن عاجزا فلم يخلق لا الله كان قادرا كان عالما لكن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكمة ترجع إلى العلم لذلك الإمام لم يذكرها بالخصوص لأن الحكمة هي العلم بوضع الأشياء في مواضعها فالله سبحانه وتعالى من الأزل عالم يعلم بأنه ليس من المصلحة أن يخلق العالم في قابل الوقت الذي خلقه ثم صارت المصلحة في أن يخلق الأشياء في أوقاتها فخلق الأشياء في أوقاتها والله سبحانه وتعالى كان قادرا ان يوجد جميع الاشياء بدون اسباب ومسببات، لكن الحكمه تقتضي ان تكون هذه الدنيا على الاسباب والمسببات، ان يولد الانسان من ابوين، هذه الحكمه اقتضته، الله سبحانه وتعالى قادر بان يخلق الانسان من غير ابوين، ولكن الحكمه اقتضت ان يخلق ان يخلق ادم وحواء من غير ابوين باعتبار أنهما أول الناس ثم يتناسل الناس عبر الأبوين إلا في عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فكانت الحكمة تقتضي بأن يخلقه من غير أب إن مثل عيسى عند عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا هذا الحديث يدل على أن الإرادة هي إيجاد الأشياء ثم الحديث الاخر عن بكير بن اعين ايضا هذا الحديث نحن شرحناه في كلامنا يقول بكير بن ابن اعين قلت لابي عبد الله يعني الامام الصادق عليه الصلاه والسلام علم الله ومشيئته هما مختلفان ام متفقان لان مجموعه من الفلاسفه يقولون ان اراده الله سبحانه وتعالى هي علمه بالاشياء العلم فسروا الاراده بالعلم يعني العلم بكون الاشياء لها المصلحه في وجودها في وقتها ان الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك فسروا الاراده بالعلم والعلم صفه ذات فاذا تكون الاراده صفه ذات فلذا يسال يقول علم الله ومشيئته مختلفان او متفقان يعني هما شيء واحد ام شيئان لانه اذا كان من صفه الفعل صفات الفعل تختلف عن صفات الذات صفات الذات هي شيء واحد هي ذاته. يعني عندما تقول العلم، تقول الحكمة، تقول السمع، تقول البصر مثلا، إن الله سبحانه وتعالى عالم، إن الله حكيم، إن الله سميع، إن الله بصير. السمع والبصر يرجعان إلى العلم. معنى السمع، معنى السميع في الله سبحانه وتعالى علمه بالمسموعات. وإلا كما ذكرنا فيما مضى. ليس سمع الله سبحانه وتعالى كسمعنا امواج صوتيه هذه تخترق الهواء ثم تدخل في الاذن يتحرك الصماخ امواج عبر سلسله الاعصاب تنتقل الى المخ فالقسم الذي يرتبط بالسمع في المخ يدرك المسموعات هذه طريقه السمع فينا امواج صوتيه بهذه الكيفيه التي ذكرناها وكذلك البصر أمواج نورية هذه تصطدم بالاشياء ثم تنعكس إلى العين والعين تنقلها بشكل أمواج إلى الدماغ عبر سلسلة شبكة الأعصاب إلى المنطقة التي هي ترتبط بالرؤية فذلك فتلك المنطقة من المخ ترى الأشياء وليس الرؤية في الله سبحانه وتعالى هكذا وإنما رؤيته علمه بالمرئيات سمعه علمه بالمسموعات حكمته بمعنى علمه بوضع الاشياء في مواضعها. فهذه الصفات ترجع الى العلم. والعلم والقدره والحياه والاختيار وسائر صفات الذات ترجع الى ذاته، يعني نفس ذاته سبحانه وتعالى لا فرق بينها وبينه. زين اما صفات الفعل ترتبط بفعل الله، يعني الله يخلق فننتزع من فعله الخالقيه والرازقيه وما الى ذلك من صفات الفعل فهنا يجي يسال الراوي بكير ابن اعيان هل علم الله ومشيئته متفقان يعني هما شيء واحد كما يقوله بعض الفلاسفه مشيئه الله هي علمه بالاشياء في اوقاتها يعني العلم المقيد حسب تعبيرهم او مختلفان لا العلم صفه الذات الإرادة صفة فعل. فالإمام عليه السلام ماذا يجيب؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، العلم يختلف عن المشيئة، لماذا؟ لأنه كما ذكرنا الفرق من فروق صفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات لا يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى إطلاقا، أما صفات الفعل يمكن سلبها عن الله في زمان وإثباتها له في زمان. نقول ان الله لم يشأ ثم شاء لكن لا يصح ولا يجوز ان نقول ان الله لم يعلم ثم علم الى هذا الكلام الامام عليه الصلاه والسلام يشير فقال العلم ليس هو المشيئه الا ترى الامام يستدل لان الائمه عليهم الصلاه والسلام وقبلهم جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه واله وقبله القران الكريم حينما يذكر حكما أو شيئا يتبعه ويلحقه بعله، لماذا هكذا؟ ولو أن المؤمن ينبغي عليه أن يسلم كل ما يقوله الله والرسول ولا يسلم له سواء علم به أو لم يعلم، سواء علم الحكمة أو لم يعلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في كلامهم حينما يذكرون حكما يتبعونه بعلة أو بحكمة لذلك الحكم لماذا؟ لأن أولا الإنسان إذا علم بسبب شيء إقباله على ذلك الشيء يكون أكبر وأكثر، وليس جميع الناس بذلك المستوى العالي من الإيمان بحيث أنه يسلمون بشكل مطلق. غالب الناس تسليمهم بشكل مقيد، يعني الشيء الذي يعرفون حكمته قد يسلمون له، الشيء الذي لا يعرفون حكمته قد لا يسلمون له. هذا الجهة. هذا الجهة الأولى، والجهة الأخرى هو أنه المؤمنون في كثير من الاحيان يتحاجون مع غير المؤمنين. قل فلله الحجه البالغه فالله سبحانه وتعالى يعلم رسوله الاحتجاج للحقائق الموجوده، وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا يعلمون اصحابهم الرسول صلى الله عليه واله كان يعلم اصحابه والمؤمنين بعلل الاحكام لكي في وقت الاحتجاج اذا استدل ذلك المخالف او المعاند او الكافر بدليل يمكن دحض حجه ذاك وبيان الحق الصراح الحقيقي لذا الامام يقول الا ترى انك تقول سافعل كذا ان شاء الله يعني قد يشاء الله سبحانه وتعالى وقد لا يشاء اذا شاء الله انا سافعل ولا تقول كذا سأف... ولا تقول سافعل كذا ان علم الله تعليق علم الله على شرط ليس بصحيح، إن علم الله سأفعل، الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عالم سواء فعلت أو لم تفعل، سأفعل كذا إن علم الله، هذا كلام غير صحيح لأن علم الله أزلي، وهذا العلم لا يختلف، أما المشيئة قد تكون موجودة قد يشاء الله سبحانه وتعالى، قد يشاء الله سبحانه وتعالى وقد لم يشاء. وقد لا يشاء فقولك ان شاء الله دليل على انه لم يشاء يعني لحد الان الله لم يشاء لكن اذا شاء في المستقبل سافعل لحد الان لم يشاء ان افعل فلذا لم افعله لحد الان فلم يشاء الان لكن اذا شاء سافعله فلم تكن مشيئه ثم قد تكون تلك المشيئه فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، إذا الله سبحانه وتعالى شاء شيئاً يكون ذلك الشيء كما شاءه الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا مثلاً في الإرادة التشريعية ليست المشيئة صدور الفعل من العبد، وإنما المشيئة صدور الحكم من الله سبحانه وتعالى. والمشيئة التكوينية اختيار العبد بأن يطيع أو أن يعصي، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء سبحانه وتعالى. وعلم الله السابق للمشيئة. المشيئة من صفات الفعل. فحينما لم يكن فعل لم تكن مشيئة. أما علم الله ليس مرتبطا بفعله، علم الله مرتبط بذاته. لذلك علم الله سبحانه وتعالى أزلي لأن العلم في الله سبحانه وتعالى هو عين ذات الله سبحانه وتعالى. لذا الامام يقول وعلم الله السابق للمشيئه يعني علم الله هو السابق للمشيئه لان العلم ازلي لكن المشيئه ليست ازليه لم يشأ فالازل بان يخلق الاشياء فلم تكن مشيئه ثم شاء فاذا هناك فرق بين العلم والمشيئه وهذا يدل على ان الإرادة من صفات الفعل وهي بمعنى إيجاد الأشياء في الإرادة التكوينية وبمعنى إصدار الحكم في الإرادة التشريعية نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين Oh